شوف بقول لك بختم لك بختم لك بسالفه. هذا يطول العمر، هذا يطول العمر واحده اسمها امل اشكير، شاعره معروفه وقويه. يا ولد صالح الله يلبيك. خلاص خلاص. امل اشكير يا طويل العمر شاعره معروفه، وصل عمرها تقريبا 25 بالوقت هذا تقريبا، ذكرتني انت تقول الوقت هذا. ففتتها احد الدورات العلميه لانها سافرت امريكا والدوره كانت حريصه عليها، فتخيل جلست تكتب قصيده تئن على فوات العلم هذا. ايضا من قصائدها اللي ما انساها واثرت عليه كثير، امل اشكير طبعا معروفه هي تبع طالب احد طالبات نوال العيد المعروف المحاضره الحديث، تقول امل اشكير 25 من عمري مضت بل ربما زادت وما زدت تقى، وحسرتي قد مر عمري دون ما نفع عظيم بل لقد ولى سدى. تتحسر على عمرها الفائت وهي وصلت 25 توها صغير. إيه هل سوف يكتب لي زمان مثلها حتى أعوض قبل أن يأتي الردى؟ 20 ما قدمت شيئا إنني لا أعيش حسرات، 20 ما قدمت شيئا إنني لا أعيش حسرات على وقت مضى. يا عبرة خنقتني حين سؤالهم كم عمرك، كم عمرك فأصبح من عمق الأسى. أنا ما حفظت كتاب ربي كله، أنا ما أقمت الليل سرا في الدجى. آه على 20 عام قد مضت ضاعت بتسويف وميل للهوى. إلى آخر قصيدة. شفت تتحسر على 25، حنا نصل 30 ما تحسر.